سعيد بن عبد العزيز بن مشيط أيضا شارك في حصار جدة، لأنه ذهب ليقابل الملك عبد العزيز ومعه ما يقارب 1000 رجل، وبكث هناك ما يقارب 8 أشهر، وألحق أهل الملك عبد العزيز مع قومه بالهجانة، واستمر حتى انتهى حصار جدة. كان لسعيد بن مشيط دور كبير في تسهيلات الحملات العسكرية التي يرعاها ويأمر بها الملك عبد العزيز. ففي سنة 1340 للهجرة وصلت قوة كبيرة من قوات الملك عبد العزيز إلى عسير يقودها الأمير فيصل بن عبد العزيز. وقد أبلغ الأمير فيصل في رسالة عاجلة لابن مشيط بأنه وصل إلى رنيا، وبادر بن مشيط بالخروج للأمير ورجاله وتقديم ما يلزم من استقبال وإمكانيات لازمة. سعيد بن عبد العزيز بن مشيط يعني بنى شخصية أبنائه، وكان منهم عبد الله الذي قاد الحملة اللي فيها 500 جندي للمساهمة في للمسير مع الملك فيصل إلى الحديدة. وحتى أن عبد الله ابن سعيد ابن عبد العزيز بن مشيط توفي أو قتل في تلك المعركة، وهذا دلالة على أن رجال عبد العزيز ما كانوا يذخرون على أذخرون أنفسهم حتى ولو ذهبت النفس في ذلك المجال، لأنهم يعتبروها أيضا نوع من الولاء ومن الإخلاص. وقد حفظ الملك عبد العزيز رحمه الله لهذه الأسرة مكانتها وقدرها إلى يومنا الحاضر. استمر سعيد بن مشيط ومن معه من رجال مرابطين في حصارهم لمدينة جدة بطلب من الملك عبد العزيز لعدة أشهر. وقد أثمرت هذه الجهود ضمن جهود المخلصين الآخرين من رجال الملك بالنجاح في دخول جدة. وقد كانت هذه المشاركة والوقفة ذات محل اهتمام وتقدير من الملك، وتعكس حكمة الملك ورؤيته في اختيار الرجال الأكفاء الأوفياء معه.